نظم المستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران للناحية العسكرية الثانية الأمير محمد بن عيسى الأيام الطبية الجراحية 17، والتي تناولت تخصصات حساسة على غرار سرطان الغدة الدرقية، مرض السكر، وأمراض القلب وأمراض العيون، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى ارتفاع مخيف في عدد الإصابات في العالم. وتعتبر هذه اللقاءات العلمية فرصة ثمينة للتبادل الخبرات المهنية بين القطاعين العسكري والمدني.